يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذهاب إلى المقابر للدعاء لنفسه يكون بدعة أم جائزة؟ اي نعم، هذا بدعة. يذهب إلى المقبرة لأجل يدعو لنفسه عند القبور، مثل اللي يذهب يصلي عند القبور يقول هذا أفضل. ما يجوز العبادة عند القبور، ما تجوز، لا أن يدعو الله عندها ولا أن يصلي لله عندها، ما يجوز هذا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم، والله موسعنا الأرض، يبغى يدعو في المساجد، يدعو في أي مكان، لكن لا تدعو عند القبور.